بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب ما فرض الله عز وجل ورسوله من الكون مع الأئمة عليهم السلام الحديث الرابع من هذا الباب من كتاب الكافي الشريف حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى يقول: «استكمال حجتي على الأشقياء من أمتك من ترك ولاية علي ووالى أعداءه، وأنكر فضله وفضل الأوصياء من بعده، فإن فضلك فضلهم، وطاعتك طاعتهم، وحقك حقهم، ومعصيتك معصيتهم». الى اخر الحديث الشريف. الحديث القدسي هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي اوحاه الى نبيه او الى الانبياء السابقين من غير ان يكون في كتاب كالقران او التوراه او الانجيل او الزبور او صحف موسى. الحديث القدسي كلام الله. القرآن أيضا كلام الله، فما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليكون ضمن هذا الكتاب بين الدفتين، وأنزل الحديث القدسي لألا يكون في هذا الكتاب المسمى بالقرآن بين الدفتين، وإنما أمور أخرى سواء من تفسير القرآن الكريم أو من أمور أخرى الله سبحانه وتعالى أراد أن يوحيها أن يوحيها إلى رسوله صلى الله عليه وآله والأنبياء السابقين لنفرض مثلا وبلا تشبيه أن مؤلفا يكتب كتاب يسميه باسم خاص ويكتب رسائل هذه الرسائل ليست هي من ضمن ذلك الكتاب مع أن المؤلف واحد الكاتب واحد المتحدث واحد فأصل الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن أنزل ليكون بين الدفتين وأما الحديث القدسي فأنزل لألا يكون بين الدفتين وطبعا هذا يستدعي فروقا أخرى القران فيه جانب التحدي وهو معجزه من جهات التحدي وغير التحدي الحديث القدسي لم ينزل لاجل التحدي القران حفظه الله سبحانه وتعالى بلا زياده ولا نقيصه لكن الحديث القدسي كثير منه لم يصلنا لأن الرسول صلى الله عليه وآله لم ينقله لنا أو إذا نقله لم يصلنا به طريق معتبر القرآن سنده قطعي لا إشكال فيه الحديث القدسي عادة وصلنا عبر الأخبار الآحاد على كل حال الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه وإلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله الكثير من الأمور مثلا القران اوحاه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه واله القران هو نيف و آلاف ايه لكن الله سبحانه وتعالى كما انزل القران على رسوله انزل تفسير القران على رسوله ايضا كما في سوره القيامه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لذا القرآن نيف وستة آلاف، لكن تفسير القرآن هو أحاديث قدسية الله أنزلها على رسوله هي أكثر من أحد عشر الف آية، فإذا شفت حديث مثلا أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية يراد به ما نزل من النص القرآن الذي هو بين الدفتين وتفسير القرآن وذلك التفسير ضمن الأحاديث القدسية جبرائيل عليه السلام كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله باستمرار ويوحي إلى الرسول قضايا مختلفة بعضها كان ينقلها الرسول صلى الله عليه واله وبعضها لم ينقلها، هذا في غير القرآن وكتب المسلمين فيها الكثير من الأحاديث القدسية، من جملة الأحاديث القدسية هذا الحديث الذي يرويه الكليني بإسناده وبأسناده عن رسول الله صلى الله عليه واله، وهذا الحديث يرتبط ببيان منزله الائمه عليهم الصلاه والسلام، ووجوب طاعتهم، وايضا يرتبط بانه ترك طاعتهم وان مخالفتهم ماذا يترتب عليهما؟ في البدايه الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يبين أن الحجة تامة على الناس على أمة رسوله محمد صلى الله عليه وآله الحجة تامة عليهم الذي أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما قال وأطاع الله سبحانه وتعالى في كل ما قال سواء في جانب العقائد أو في جانب الأحكام الشرعية فهذا انسان من اهل النجاة والفوز. لكن إذا خالف الله سبحانه وتعالى وخالف الرسول صلى الله عليه واله في الاعتقادات وفي العمل، فهذا الانسان شقي. لماذا؟ لأنه حرم نفسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء والهدايه التي الله سبحانه وتعالى هدى بها الجميع، لكنهم استحبوا العمى على الهدى كما قال سبحانه وتعالى بالنسبه الى الامم السابقه واما ثمود فهديناهم يعني اريناهم الطريق فاستحبوا العمى على الهدى في امه الرسول صلى الله عليه واله يوجد منافقون الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. لذا الله سبحانه وتعالى في آية يقول: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. يعني يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم، آمنوا بقلوبكم. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كانوا يتشهدون الشهادتين لكن كلامهم لم يكن مطابقا لاعتقادهم فلذلك كانوا كاذبين مع ان ما يقولونه حق والله يعلم انك لرسوله فهؤلاء اشقياء، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اراهم الطريق، لكن بسوء اختيارهم وبسبب النفس الاماره بالسوء، خالفوا امر الله، وخالفوا امر الرسول، فاصيبوا بالشقاء، لكن الحجه تامه عليهم، لان الله سبحانه وتعالى يتم الحجه على عباده قل فلله الحجة البالغة، الله سبحانه وتعالى له الحجة وهذه الحجة بلغت عامة الناس، في يوم القيامة ما يقدر هذا الإنسان يحتج على الله سبحانه وتعالى بأني لم أكن أعلم بأن الشرع لم يصلني إرادتك التشريعية لم أعلم بها لم اعلم بما قاله رسولك صلى الله عليه واله لا يتمكن من هذا الاحتجاج الله سبحانه وتعالى في ايه من القران يقول ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى لو كان العذاب قبل ارسال الرسول قبل إنزال الكتاب الحجة لهم، لكن الآن الحجة عليهم، فبالنسبة إلى الذي بحسن اختياره يختار الإيمان، الله سبحانه وتعالى يأمره لكي يطيع هذا الإنسان ولكي يكون من أهل السعادة، يكون سعيدا، والذي هو شقي بسوء اختياره الله سبحانه وتعالى يأمره هذا الامر ليس لغوا تقول لماذا امره الله سبحانه وتعالى وهو يعلم بانه لا يطيع انما الله سبحانه وتعالى امره لكي تتم عليه الحجه اذا نزل عليه العذاب في يوم القيامه لا يكون له حجه على الله والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد فلذا في صدر هذا الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: إستكمال حجتي على الأشقياء من أمتك، إستكمال مبتدأ على الأشقياء من أمتك خبر، يعني الأشقياء من هذه الأمة الحجة تامة عليهم في يوم القيامة لا يتمكنون من الإحتجاج على الله سبحانه وتعالى، بل يحتج الله سبحانه وتعالى عليهم، الرسول بلّغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الرسول بلّغ بلسان عربي مبين، وبلاغ الرسول شاء الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى جميع الأجيال وإلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لا يتمكنون من إنكار بلاغ الرسول صلى الله عليه وآله، على رغم أن التحريف طال كثيرا من الأحاديث النبوية الوضع طال كثيرا من الاحاديث المنسوبه المكذوبه الى رسول الله صلى الله عليه واله تغيير الالفاظ، تغيير المعاني، زياده، نقيصه، كتمان كثير من الحقائق، لكن حجه الله سبحانه وتعالى بلغت لان مشيئه الله سبحانه وتعالى كانت في ذلك، استكمال حجتي على الاشقياء من امتك، الرسول صلى الله عليه وآله في حديث رواه الخاصة والعامة يقول ستفترق أمتي من بعدي ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة يعني هي الفرقة الناجية كلها في النار يعني شنو يعني هذه لم تكن مؤمنة إذا أظهرت الإيمان باللسان لكن في الجنان لم يكن إيمان لم تكن إطاعة لله سبحانه وتعالى وللرسول، وبعضهم يكون من الاخسرين اعمالا، لكن الحجه تامه عليه، لان جهله كان بتقصير، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كالخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. وقتلوا في معاركهم معه، هؤلاء كان فيهم قراء القرآن، كان فيهم نساك، كان فيهم عُباد، لكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فلذلك قاتلوا وصي رسول الله الذي يقول الرسول صلى الله عليه واله يا علي حربك حربي الذي يحاربك يحارب رسول الله صلى الله عليه واله. هذه الحجة تامة عليهم لأن أحاديث الرسول كانت واصلة إليهم حتى ابن عباس في معركة النهروان أرسله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إليهم كانوا اثني عشر ألف شخص هؤلاء أرسله إليهم وقال له حاججهم بالسنة فابن عباس حاججهم بالسنة وأيضا حاججهم بالكتاب أيضا مع أن أمير المؤمنين كان قد قال له حاججهم بالسنة وثمانية آلاف منهم رجعوا وبقي أربعة آلاف معاندين فقتلوا عن بكرة أبيهم استكمال حجتي على الأشقياء من أمتك زين من هم هؤلاء الأشقياء الذين يقصدهم الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الشريف. من ترك ولاية علي ووالى اعداءه وانكر فضله وفضل الاوصياء من بعده. اولا هؤلاء الاشقياء تركوا ولاية علي عليه السلام، الولاية بكسر الواو بمعنى المحبة. والطاعة والولاية بفتح الواو هنالك الولاية لله الحق في يوم القيامة بمعنى الإمارة والسلطة من ترك ولاية علي يعني ترك محبته أبغضه أو ترك طاعته لم يبغضه لكنه لم يطعه هذا أولا ووالى أعداءه يعني احب اعداء علي بن ابي طالب لا يمكن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا يمكن ان تحب عليا وتحب اعداء علي عليه الصلاه والسلام لا يمكن في قلب واحد ان تحب عليا عليه السلام وتحب من قاتل عليا لا يمكن ذلك فترك ولاية علي ووالى اعداءه، يعني احبهم واطاعهم، هذا ثانيا، الصفة الثالثة لهؤلاء الاشقياء وانكر فضله وفضل الاوصياء من بعده، امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له فضائل جمة لا تحصى، ياتي بعض هؤلاء وينكرون كل فضيلة لامير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مثل ابن تيمية في كتابة منهاج السنة إما يشكك في أسناد هذه الروايات عن كثير منها حسب مبانيهم روايات صحيحة وإذا لم يتمكن من التشكيك في أسنادها باعتبار وجودها مثلا في الصحيحين عندهم البخاري ومسلم يحاول يفرغها من مضمونها ودلالتها ينكر فضل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفضل الأوصياء من بعده يعني الإمام الحسن ينكر فضله ينكر فضل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى الإمام المهدي زين لماذا ترك ولاية علي وولاية أعدائه وإنكار فضله هذا هو الشقاء والشقي هو من يصنع هذه الأمور لماذا هكذا الجواب؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فإن فضلك فضلهم، هناك في قلب الكلام، يعني فإن فضلهم من فضلك، طاعتهم من طاعتك، حقهم من حقك، معصيتهم معصيتك، فإن معصيتهم معصيتك، هكذا الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه واله. زين اذا واحد عصى الرسول هذا عصى الله سبحانه وتعالى، لان الله امر بطاعته. اذا واحد اطاع الرسول فقد اطاع الله، لان الله امر بطاعته، وكما في الايه الشريفه ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، لماذا؟ لان الله امر بطاعته. إذا عصى الرسول هذا عصيان لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن عصيانه. زين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، الرسول أمر بطاعتهم. فإذا واحد ما أطاعهم فقد عصى أمر الرسول صلى الله عليه واله. الرسول نهى عن معصيتهم، فإذا واحد عصاهم فقد عصى رسول الله صلى الله عليه واله. إذا لم يطعهم فقد لم يطع الرسول صلى الله عليه واله، والله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شوف هنا أنا مرتين جاءت الإطاعة، أطيعوا الله. لأن إطاعة الله بالذات واجبة. لأنه هو الخالق وإطاعته ليست بجعل من أحد، بالذات المخلوق يجب أن يطيع الخالق. اطيعوا الله ثم يقول واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم، لان هذه الاطاعه وجوبها بجعل من الله سبحانه وتعالى، واطاعه الرسول واطاعه الائمه كلتاهما قد جعله الله سبحانه وتعالى، جعلهما الله سبحانه وتعالى، فان فضله فضلك فضلهم يعني فضلهم من فضلك. وطاعتك طاعتهم يعني طاعتهم من طاعتك وحقك حقهم يعني حقهم من حقك لان الله سبحانه وتعالى جعل حقا للرسول وهذا الحق الله سبحانه وتعالى امده امتداده امتداده في الائمه عليهم الصلاه والسلام ومعصيتك معصيتهم يعني معصيتهم من معصيتك فهذا اولا هم امتداد للرسول صلى الله عليه واله وثانيا وهم الائمه الهداة افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع عمن عم لا يهدي الا ان يهدى يعني عمن عم لا يهتدي الا ان يهدى زين الائمه كانوا هداة الله سبحانه وتعالى امر بطاعتهم لانهم الهداة اما واحد ما يعرف المسائل الشرعيه يصعد على المنبر يبين أحكام مغلوطة يبين أمور فيها البدعة هذا تتبعه أو تتبع أمير المؤمنين عليا ولا إما من بعده عليه وعليهم الصلاة والسلام الذين يهدون إلى الحق وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهم الأئمة الهداة من بعدك زين الله سبحانه وتعالى جعل فضلهم وطاعتهم وحقهم ومعصيتهم والامور الاخرى كطاعه الرسول وكفضل الرسول وكحق الرسول وكمعصيه الرسول الله سبحانه وتعالى حكيم لا يامر بشيء اعتباطا ولا ينهى عن شيء اعتباطا بحكمه ليس عبث كما انه لم يخلق شيئا عبثا كذلك لم يامر بشيء عبثا زين الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يامر بطاعتهم وينهى عن معصيتهم وجعل لهم حقوق كحقوق الرسول صلى الله عليه واله وما الى ذلك اصطفاهم جعلهم قابلين لهذا الجعل لان الله حكيم لذلك يقول جرى فيهم روحك يعني روح الرسول صلى الله عليه واله جرت فيهم وروحك ما جرى فيك من ربك يعني الله سبحانه وتعالى اصطفاهم بمعنى انه كما يظهر من احاديث اخرى الله سبحانه وتعالى خلق نورا من عظمته هذا النور المخلوق اللي هو اعظم شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، كان الماده لروح الرسول صلى الله عليه واله وارواح الائمه. الاصطفاء بدا من خلقهم. يعني خلقهم مصطفين. وهذا النور الله سبحانه وتعالى اجراه في صلب ادم، وجرى من صلب طاهر الى رحم مطهر. من صلب شامخ إلى رحم طاهر إلى أن وصل إلى عبد المطلب فافترق الله سبحانه وتعالى جزأه جزئين جزء انتقل إلى عبد الله وجزء انتقل إلى أبي طالب فكان ذلك روح الرسول صلى الله عليه وآله وروح علي بن أبي طالب وذلك النور من الرسول صلى الله عليه وآله انتقل إلى فاطمة ثم اجتمع النوران في الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام وفي الأئمة من بعدهما فهذا اصطفاء لروحهم اصطفاء لجسدهم الأحاديث الكثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة افضل منطقه في الجنه هي عليين كما في تلك الايه الشريفه كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ومن اعلى منطقه في عليين من تربتها خلق ابدان الرسول والائمه فهم من طينه واحده روحهم من نور واحد اجسادهم من طينه واحده فبهذا الطريقة الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة اصطفاهم فلذلك كانوا قابلين لهذا المنصب الرفيع الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياهم لأن الله إذا أراد شيئا هيأ مقدماته وهيأ أسبابه جرى فيهم روحك وروحك ما جرى فيك من ربك يعني نور عظمه الله الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهم عترتك من طينتك الطينه التي خلقت منها ابدانهم ولحمك ودمك هذه العباره نقول فلان من لحمي ودمي لبيان شده اتصالهم وشده القرب بينهم وقد أجرى الله عز وجل فيهم سنتك وسنة الأنبياء قبلك الله سبحانه وتعالى في سورة الأسر إسراء يقول سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد, ولا تجد لسنتنا تحويلا الله سبحانه وتعالى الفضائل التي أعطاها للأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وآله والفضائل التي أعطاها للرسول صلى الله عليه وآله هذه الفضائل باستثناء النبوة أجراها في الأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا في حديث المنزل المعروف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي كما أن الأنبياء السابقين كان لهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه واله له اوصياء، وكما ان الامم اختلفت بعد المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الى ان يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. يعني في الامم السابقه كانت من السنن انه بعد المرسلين كان يتقاتل اصحابهم يقتل بعضهم بعضا لان البعض اتبع الرسل والبعض بغى كذلك هذه جرت في هذه الامه. هذه الايه في سوره البقره. في هذه الامه ايضا بعد الرسول صلى الله عليه واله قاتلوا وصيه. هذه سنه الله سبحانه وتعالى والله لا يغير هذه السنه وجرت في هذه الامه ايضا. وكذلك الامور الاخرى وفي أحاديث كثيرة بينت هذه الأمور أو بين بعضا منها. وهم خزان على علمي من بعدك العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، هذا العلم ما زال جميع العلوم التي أنزلت على آدم انتقلت إلى أوصيائه. وأيضا كلما زاد الله سبحانه وتعالى علما انتقل من نبي إلى وصي، إلى أن وصل إلى رسوله محمد صلى الله عليه واله، وبارتحال الرسول هذا العلم لم يرفع وإنما هذا العلم بقي في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب، وهكذا من امام الى امام الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حق عليه هذا حق على الله طبعا لا احد بالذات له حق على الله لكن الله سبحانه وتعالى بفضله يجعل لبعض عباده حقا عليه حقا علينا ننجي المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين في آيتين من القرآن هذا حق على الله لكن هو جعله لا أحد بالذات له حق على الله سبحانه وتعالى الله يعد إذا وعد صار حق عليه بلطفه وكرمه لقد اصطفيتهم، وانتجبتهم وأخلصتهم هذه عبارات مترادفة أو متقاربة المعنى ويمكن ان نفرق بينها بهذه الطريقه ان نقول بان الاصطفاء هو الاختيار، الله اختارهم. هذا ما قبل هذه الدنيا. وانتجبهم يعني طيب الاصل، النجابه طيب الاصل. لا يوجد في نسبهم الى ادم عهر ولا امر يشينهم. واخلصتهم يعني في هذه الدنيا في اعمالهم لا يوجد شوب وكدر فالاصطفاء يرتبط بما قبل هذا العالم الانتجاب طيب الاصل والاخلاص بمعنى انه في خلقهم وفي اعمالهم لا يوجد ما يشينهم وارتضيتهم لان اعمالهم كلها صحيحه الله سبحانه وتعالى ارتضاها وارتضاهم نجا من أحبهم ووالاهم وسلم لفضلهم أول الحديث القدسي: إستكمال حجتي على الأشقياء من أمتك فأول الحديث ذكر الأشقياء آخر الحديث القدسي: بالنسبة إلى من اتبعهم ونجا من أحبهم ووالاهم وسلم لفضلهم أحبهم بقلبه ووالهم يعني اتبعهم عملا الحب وحده ما يكفي الحب مع الاتباع العملي والتسليم بفضلهم عدم انكار فضلهم الى هنا ينتهي الحديث القدسي ثم رسول الله صلى الله عليه واله يقول انا اعرفهم لان جبرائيل نزل من الله سبحانه وتعالى باسمائهم واسماء ابائهم وأحبائهم يعني أسماء المؤمنين الذين يتبعونهم والمسلمين لفضلهم كل أسمائهم جبرائيل أنزلها على الله سبحانه وتعالى بواسطة جبرائيل أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين